حلقة. المسلسل يحكي على معاناة مرأة بعد ما تطلق. المرأة اللي كيتطلق كيفاش رجلها يقعد يتبع فيها، يقعد يعمل لها في المشاكل، اللي يحرمها انها تعاود حياتها من نول وجديد، خاصة لشريف سلامة مثلا الحلقة بتاع البارح كي فاق اللي هي باش تعاود تعرس مرة أخرى، عمل كل شيء باش يعمل لها المشاكل وباش ينحي لها حضانة صغارها. أنا حبيت نسمعكم لقطة، هي نيلي كريم ديما مبدعة في الأدوار النكادية، وظهر لي ما فهمش خير منها، هي تخليك تتقنع بالبكية متاحة وبالوجيعة متاحة وبالقهرة متاحة، ورجعت للزون دو كونفور متاحة بعد ما عملت عمل كوميدي البارح. اللقطة اللي هي في المحكمة وتطالب القاضي أنه يراجع القانون وأنه يعاود القانون، والقانون هذا ماهوش منصف. خلينا نسمعه. ما هي كل حاجة فيها حاجة، ده قانون ظالم. سكوتي يا فاتن، سكوتي. أعتذر، أعتذر نيابة عن موكلتي يا سيادة القاضي. أعتذر ليه؟ مش عايزة أعتذر، هو قانون ظالم يا شكي. اسكت يا استفات واعتذري لهيئة المحكمة. لا مش هسكت، قانون اللي مش عارف ينصف الست ويخليها تربي عيالها في سلام يبقى قانون ظالم. اسكت يا استفات واعتذري لهيئة المحكمة. لا مش أعتذر، أنا ما قلتش حاجة غلط، أنت كل شوية عمالين تقولوا لي قانون القانون القانون القانون، ده لازم من السماء. ما تختبريش صبر المحكمة أكتر من كده. أنا بقى عايز أرفع دعوة على قانون أحوال شخصية. حبس 24 سنة. أنا ما عملتش حاجة، اتحبس ليه؟ القانون اللي تحكي عليه اللي هو القانون انه يحرمها من صغارها كي تعاود حياتها، ذاك علاش الشيء هذا خلى يمكن المجلس القومي للمرأة في مصر يتحرك ويطالب انه المرأة كي تعاود او المطلقة كي تعاود حياتها ما تتحرمش من صغارها وما تتحرمش من حضانة صغارها. هذا تأثير المسلسلات رفيق، اليوم كي تشوف المواضيع اللي يحكيوا عليهم الدراما العربية والمصرية اليوم، دراما تخليك يمكن تحسن وتصلح من القانون وتسلط الضوء على قضايا يمكن احنا ما شفناهمش قبل وما حكيناش عليهم قبل وما صلحناش القوانين اللي بالنسبة لنا كما اليوم احنا في تونس وما قوانين غالطة ولكن قاعدين ناخذوا فيها مسلمة كما هي، وحتى حد ما حل الباب عليها وحتى حد ما حل الملفات عليهم وإلا حاولنا أن نصلحوهم ونبدلوهم. وهذا اللي قلقك في التلفز في الأعمال في الدرامية في السينما، ساعات قانون يجيب لك فكرة متاع فيلم تنجم تبني عليه توت اون استوار، أريد حلا فاتن حمامة توت اون استوار تبني عليها. مثلا القانون هذا مثلا اللي هو المرأة كي تطلق وتعرس مرة أخرى تجي تعاود حياتها كان موجود مرة أخرى تخسر الحضانة متاع صغارها. أكثر تفاهة وظلم من القانون ذي متنجم اشترى البشرية معنا دوك، انت يتخليها عايشة وحدها وإلا ينفوع عرس زي ما تلوح صغارها وتنسيهم. السيد اللي شرع تفكولها سنية تلوحها معناها تخذها إلى خذ مرجلها. دوك اللي عمل القانون هذي ما نعرفش شكونه كيفاش عشنا بيه في العالم العربي، كيفاش عشنا بيه في تونس لهنا هنا وين تنحى وين ولات المرأة نجم تطلق وتعاود حياتها وتاخذ كذا. ونفس الشيء نعاود نحكي الظلم المسلط على الرجل في علاقة بقضايا الطلاق، كوسو سوا نفقة كوسو سوا بنتك ولا ولدك. أنا تصور أنت ديما المعادلة نقول تصور أنت تجيب وليد ولا ابنة، شوف من هالحد من 10 إلى 5 نتاع العشية هذيك علاقتك ببنتك ولا ولدك ولد صلبك حاجة معناها ما تتصدقش مخك ما يقبلهاش. ولكن هذاك هو القانون والقضاة ماشيين فيه والمحامين ماشيين فيه والرجال جنرال مو ما يشكيوش برشا ما يبكيوش برشا يكلها في عظامه اللي يحس ويتعدى. دونك سمعت هي أفوار قد نرفع قضية بالقانون يقول 24 ساعة سجن سي تري فور بالحق. وي العبارة نرفع قضية بالقانون وبالمشرع بالحق، معناه ما حليه مسلسل كينيذي اللي يحلك عينيك على حكايه كامله على معاناه نساء ولا رجال ولا عباد ويخلي السوجي تطرح في الـ في الـ في الطاوله في البلاتوات ويخلي المشرع يراجع نفسه، يخلي العباد اللي تحكم تشارع نفسها. هو علاش رفيق هو القانون علاش؟ لانه الانسان والحالات الانسانيه غير قادره انه تحل مشاكلها بنفسها. يجي القانون كل مره كل واحد كيفاش يعملوا على معناتها على قياسه هو ويخلي انه فما عباد مش تكون مظلومه. أنا حسب رأيي لا يوجد أي قانون منصف في الكون هذا، ما فماش ما تنجمش تلقى قانون منصف 100% ولكن أقل ظلم أقل ظلم ولكن ظلم. العلاقات الإنسانية والإنسان في حد ذاته غير قادر أنه يلقى حل بينه وبين شريك حياته اللي كان معاه في وقت من الأوقات. مواصلين معكم في دورتنا في التلفز بعد شوية. محمود بن زيما سوني الدهماني باش تحكينا على شنو؟ مرة أخرى على ريم الريحي، مرة على أخرى على ريم الريحي وعلى المساج اللي عدته البارح ريم الريحي اللي مرة أخرى نحب نحييها.